أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الفلسطينية رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب تمسك الفلسطينيين بمبادرة الجزائر للم الشمل الفلسطيني، معدا نجاحها الملاذ الأخير لإنهاء الانقسام داخل البيت الفلسطيني. وهنأ الرجوب خلال لقائه بوزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة في مقر الوزارة الجزائر شعبا وحكومة بنجاحها في تنظيم الفعالية الرياضية التي تحتضنها. خلال الفترة الماضية كان هناك مبادرة عظيمة لفخامة الرئيس الجزائري الذي له ولشعبه مكان عند كل الفلسطينيين بكل أطيافهم السياسية. هاي المحاولة سعت إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية اللي هي شرط لإقامة الدولة الفلسطينية. احنا بنحيي الجزائر ومبادرة الجزائر، ونعتقد بأن المساحات التوافق بيننا كفلسطينيين بما في ذلك إخواننا في بقية الفصائل المساحات فيها نسبة 100% من التوافق.